المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية EDEX 2021، شركات عالمية لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم في الفترة من 29 من نوفمبر 2021 وحتى 2 من ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تزامنا مع منتدى القوات الجوية المصرية الدولي الأول في 28 من نوفمبر بمشاركة أكثر من 60 دولة من مختلف دول العالم. المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية EDEX 2021